مرحبا، يعتبر الإعلان عن خبر الحمل من أجمل الأوقات، وقد تنتابك مجموعة من الأفكار عن كيفية الإعلان عن هذا الخبر السار. لكن ما هو الوقت المناسب للإعلان عن خبر الحمل وكيف يمكنك ذلك؟ موضوع الحمل مسألة تهم كل سيدة وترغب مباشرة في الإعلان عنه منذ الأيام الأولى من حملها، لكن مجموعة من الأطباء قدموا رأيهم بخصوص هذا الأمر ونصحوا بتجنب الإعلان عن حملك منذ أيامه الأولى، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، إعلان خبر الحمل سيجلب لك الكثير من الأسئلة. عند إخبار من حولك بخبر حملك، أتواجهين مجموعة من الأسئلة ربما لست مستعدة للإجابة عليها، وقد تتوترين أحيانا. لذلك لا تعلني عن خبر حملك حتى تكونين مستعدة له. السبب الثاني، عندما تكونين منزعجة أو غاضبة. احذري الإعلان عن خبر حملك وأنت في حالة غضب أو انزعاج، حتى لا يعتقد البعض أنك لست سعيدة بذلك. إذا عليك بالابتسامة والفرح حين إعلانك عن خبر حملك. السبب الثالث، تجنبي إخبار الأطفال الصغار. قبل أن تكوني مستعدة للإعلان عن خبر حملك، تجنبي قوله للأطفال لكونهم غير قادرين على كتمان السر، لذا عليك بعدم إخبارهم في الأيام الأولى من الحمل. السبب الرابع، في حالة فقد فرد من العائلة. لا شك أن خبر الإعلان عن قدوم مولود جديد يعد خبرا سعيدا، لكن قد يكون ذلك محزنا عندما تعيش العائلة حزنا لفقدان فرد مقرب. لذا ما عليك سوى الانتظار لأسابيع أو حتى تنتهي مدة الحداد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسي الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. إلى اللقاء.